دكتور ننقلها لندن المانيا. ما يفيد يا شيخ جاسم. يا اخوي جاسم انا لو ادري في مكان متطور بيها الطب اكثر من هان كنت انقلها اليابان ولا حتى الصين. يا جماعه يا جماعه انا فاهم مشاعركم لكن ما في فايده. يعني ما بيها حل يا دكتور. شيخ جاسم ممكن اطلب منك طلب؟ انت امر يا دكتور. العفو. تاخذ الشيخ حمد وترجع وياه على البيت وانا بتابع الحاله باذن الله واي جديد يجد او طارئ اتلفن عليكم. يعطيك العافيه. انا اذنكم. يلا يا حمد. ما علمتينا انت يا لولو؟ انا قلت لها يا عمتي ما تعلمكم خفت عليكم ترى ادري بمعزه جواهر بقلوبكم يا عمي. صادق يا خلف صادق. وين جاسم؟ ما ادري يا عمي. وكاد راح المستشفى يدور على عمي الشيخ حمد. صادق يا خلف مزنه. يعونك يا ابو حمد. يوم من يعود جاسم محمد ما اريد احد يفتح التلفزيون ولا الراديو وما اريد شم ريحه عطور ولا بخور. ما عادت الدار دار فرح هذه دار عزاء. اي كفى الله الشر طال عمرك. اي نفتح باب عزاء ونوقف مع ربع جواهر وهلها نعمل العزاء علي. لا يا ابو حمد دمعك غالي. هو الغالي ينظرف الا للغالي. رحمة الله عليك يا جبار. يا وجوه الخير. خير يا طول العمر. التعليله من الحين والبين ما يعود ابو عناد تراها عندي. وانا ترى والله ما كنت حاب اقول هالكلام لولا انها غيبته طالت. والديره تحتاج لشيخ يرعى امورها ويحل مشاكلها. ومثل ما انتم عارفين ابو عناد عمي خيبي الله يرحمه. تعيش تعيش. اي وانا لولا اني كنت مسافر برا يوم مات ابوي الله يرحمه. تعيش يا طول العمر. اسلمت وسلمت. كان عمي سلمني اياها بنفسه. اي بالله لان حقي. حقي. اي ورثه مثل ما ورثه ابوي عن جده. وانا الحين انظر لعمي اي ابو عناد وهو تعبان ويقول لي يا نواف قصدي يا الشيخ نواف شيل عني هالحمل. اي بالله قال لي يا الشيخ نواف شيل عني هالحمل. اي الشيخه ما ودي اياها. وانا اقول له لله لله يا عمي اي ما انا شيخ شيخ اي لازم اقول ايج اي لله يا عمي بعد عمر طويل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لهالسبب انا اقول لكم اي اللي وده شيء ترى بيتي مفتوح للجميع. كفو كفو كفو, كفو. اي احسنت احسنت. اي يا حزاع ابشر. اي اطربنا ابشر وانا عمك اكرم الضيوف. ابشر يا الشيخ ابشر. اي يا حي الله ضيوفنا. هلا تلاني من هبل
لك الحكيم شهر شهرين سنة سنتين. الله أعلم، الله وحده علام الغيوب يا مولاي. لا إله إلا الله. ونظل قاعدين سنة سنتين هيك نرقب بنيتنا بحسرة وما بيدنا شي نسوي. وش هالغيبوبة هذه؟ الصبر الصبر يا معنى، تدري وش هو الصبر؟ أدري وأدله واقضم الغيظ لجله يوم إن أعلم إنه بيه شي أقدر أسويه. آه حاسة إنه قلبي وده ينفجر. ابعد الشر عن شمعنات، لا تقولين هيك، انا اريدك حدي، ما اريد الشر يصيبك بلاش. مو هو بيدي يا بني، مو هو بيدي. انا نوبات مثلك افكر بالجماعه ومشاكلهم اللي لازم احلها، وما اقدر اسوي شيء لان ايدي مربطه. بس اقول الصبر يا بعنات الصبر. مش هالبلاوي اللي تقصر العمر. علامك يا بعنات؟ ما بشي يا بعنات، نغزى بقلبي. لا ما تشوفي شر ان شاء الله، هذا برديه بس، دفي حالك روحي. ان شاء الله. روحي دفي حالك. ايه قولي يا العنود، صح الله لسانك. مرحبا ما هب ذعذاع الجنوب، باردا النسناس له صوبي حمل. حمل يحمل الذكرى هو في القلب العطوب. ايه بالله العطوب. الشجون شد من ضرب الاسل. ايه بالله شد. قمت اسح من جفن سكوب، كل صعب غيركم عندي سهل. ونشهد. تعرفين العشق العنوب؟ لله، لا ذقته ولا جربته. هذه قصيدة قراها من كتاب. حمد لفة لفة يا العنود. حمد يا أخوي، ما ودك تسلم على مريتك؟ خلك ماشي يا جاسم. حلالتش الجوية زوينة. منو هذا النشمي؟ حمد يا وليدي، والله ما ادري ويش اقول لك، ضاع الهرج وماتت الكلمه بغياب جواهر. الله يعوضك عنها بالخير والخلف الصالح. تشجع يا وليد تشجع وتحلى بالصبر. انا لله وانا اليه راجعون. يسلم راسك يا عمي حمد. يا جماعه علامكم انتم، انتم تعزون بجواهر؟ ليه تفولون عليها يمه؟ جواهر ما ماتت، جواهر عايشه الحمد لله. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. أنا أدري يا وليدي، أدري إنها الصدمة ثقيلة عليك وقلبك ما يتحملها. أنت مصدقني يوبا؟ يما جواهر ما ماتت، جواهر بس الحين ترتاح، ترتاح من المصيبة اللي سببها أنا. باكر تعود إن شاء الله، وتعطر القصر هذا ممشاها، وتضوى الدار والدير. باكر تعود يوبا. تعال يا وليدي تعال ارتاح، الله يهداك. خلف خلف عمي حمد تجنن يا خلف. اسكتي اسكتي يا لولو. ايه ما نسامع وش يقول. الله يكون بعونه، هو اللي صار به قليل. ويلي العوض على الله يا خلف. ايه العوض على الله بجواهر وبعمي حمد بعد. اقول لك اسكتي ترى بزعل منك. ايه خلف ودي اسالك. اسالي. لو انا مت انت وش تسوي عقبي؟ والله لنهبل وانجن واصير مثل المجنون اللي هم البراري. لو ايش يا خلف؟ هي ما ودها الويش يا لولو. انا احبك يا لولو احبك. اي بس ما ظنيتك تحبني اكثر من عمي حمد لعمتي الجواهر الله يرحمها. قول الصدق. لله هو بي حد يحب مثل عمي حمد؟ اي إذا أنت حبني هالقد تجنن، شلون عمي حمد يا خلف شلون؟ والله والله إنك تقولين الصحيح. بس شلون عمي حمد ينام الليل؟ خوف الله خوف الله ما يغمض له جفن الحين يا خلف. جواهر يا ابن جواهر يا بنيتي. يكفي يا ابن الحلال، البنت غايبة مهي معك، بعلمي إنك أبو الصبر. يمكن تسمعني يا أم عناد، تراني أبوها وأرواحنا متصلة. جواهر يا بنيتي يمكن تسمعني وما تقدر تجاوب،
جواهر لا تقطع في الرجاء يا جواهر. القهر من جروح ساطيه بكسى الضمير، انت يا غالي ويا اغلى بشر، ما نباك التم مكفوف النظير، الحذر ما يفيد ونياك القدر، الموده تبتلي عود صغير، الصبر ثم الصبر ثم الصبر، ومن صبر لابد يحمد في الأخير. يكفي يا أبو عناس، يكفي، قطعت قلبي. حي الله الربع. اي بالله اني صادق، ترى يا وجوه الخير حنا مقصرين، وعمي أبو عناد مقصر، وان شاء الله ان شاء الله من اليوم وساير يعم الخير على الجميع. اي بالله واني صادق يا هزاع. نعم صب لك هوا. ابشر يا شيخ، صب لك هوا لعمامك على الخير. بالهنا والعافيه، بالهنا والعافيه. حي الله ابو جزاع. يا هلا بالشيخ. اي اي اي، حي الله ابو مريود. هلا هلا بالشيخ. صب لك هوا يا هزاع. ابشر يا شيخ. اي وش الساعه المباركه، وش الساعه المباركه. ينام خال البال وانصابه نعاس، وانا وقلبي بين هاجس ورميس، لا باس يا جفن جف النوم لا باس، وقلب يجسه فيها والشوق جسيس. يعني جواهر ما ماتت يا جاسم؟ مثل ما قال لك حمد اخوي. يعني ولادي حمد ما يهذي ويقول هواجيس. انت وش اللي ظنيتي طال عمرك؟ لا تواخذني يا ولادي. والله يا ولادي حنا ظنينا انك تجننت. اي بالله، ترى لو تجننت انت معذور يا ولادي. اي بالله عذرك معك. يعني جواهر حيث ترزق؟ تريد الصحيح يبا، جواهر مثل الحية الميتة. شنو هذا؟ لغز؟ اي بلا لغز يمه، لغز وحله صعيب بعد. اذا كان اللغز ينحل بالمال ترى ما هي مشكلة. يا ريت يا ريت يبا، كنت انا حليتها من زمان. وشنو حل؟ بيد من حلها؟ بيد رب العالمين يمه. والنعم بالله يا ولادي، والنعم بالله. اسمع يا حمد. يا عونك يمه. الله يرضى علي لو تطيع شوري وتاخذ ام ريتك زوينه وتروح ترتاح، تراك هلكانة من التعب. اي يا ولادي رضاي عليك، ترقد وترقد واللي صار ما منهم هروب. والنعم بالله. الله يرضى عليك، ويمكن اللي صار خير لك وللجميع، وهذا اللي يسمونه غيبة الوعي يمكن بيه سر رباني ما ندري وش وراه. قم يا ولادي، قم قم ارتاح. تامر يمه اللي تشوفيه. رنا تعبان. يا لولوة، لولوة يا عونك. يا عمتي يا عونك. تعالي يا عونك. قولي لزوينة إيه؟ إني أريدها بالحال. إيه؟ تجي لعندي بالحال. عجلي. تامري يا عمتي تامري. عمتي زوينة. فوتي يا لولوة. عمتي ام حمد بدها اياك.
هذا وقته وده الحق بجوزي الحين. وش بدها مني محمد؟ ما ادري يا عمتي. بزين قولي لها اني جايه. تامري يا عمتي. اسمعي يا لولو. ها حمد طلع من عند ابوه؟ اي يا عمتي طلع. زين روحي. تامري يا عمتي. قبيلة يا زينت يا زينت يا زوينة. خير إن شاء الله دكتور. كل خير يا طويل العمر. يعني تفيق دكتور؟ هذه آخر صورة أشعة أخذناها بتثبت ما بها أي خلل في الهيكل العظمي. الحمد لله الحمد لله. أيضا صور الأعصاب الملونة بتؤكد أن أعصابها سليمة 100%. عجيب، وش بلاها العاد؟ الحقيقة كل عمليات التنظير والفحوصات بتثبت أن ما بها أي خلل جسدي. من اسمك الباب السما يا الحكيم. بس يا الحكيم. نعم. وش سبب هالغيبة اللي بيها؟ أحياناً يا أم عناد تكون أسبابها نفسية. وش يعني يا الحكيم؟ يعني صدمة نفسية بتخلي المخ يأمر الجسد بأنه يغيب عن الوجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. عموماً أنا بستشير أخصائيين في نفس المجال وببذل قصارى جهدي حتى أتوصل إلى سبب الغيبوبة هذه. دخيلك يا الحكيم دخيلك. خلوا أملكم بالله قوي. لا إله إلا الله. دكتور أستأذنكم. دكتور. نعم. اعتمادنا على الله ثم عليك. ترى جواهر حيلنا وحيلتنا. حاضر. ومثل ما تشوف ما عندنا غيرها. إن شاء الله. الله يطول العمر. وما صدقنا مصديق الله وحنا نحوش هي تحويشة العمر كله. خلوا أملكم بالله قوي. يلا. والنعم الله. تفضل. الله يشفيها إن شاء الله. يا بنت الناس ايه الزوم انت اجفلي ما دام انه عقلك سارح. عقلك وين انت يا بنت الناس؟ عقلي ما عندي جواهر يا خلف. يا لولو يا لولو الله يصبرك. بس الزوم تشوفين شغلك وما تفكرين. خلف يا خلف. هلا عمتي. هلا. وين هذه الفلبينية؟ وش اسمها؟ الفلبينية يا عمتي اسمها ميرلي. ميرلي؟ إيه زين. لا تخلين هذه الميرلي تروح لعند زويلة، ترى ما يتفاهمون. إيه؟ وانت تسوي القهوة وتسمي عليها وتعطريها وتعملي غدا زين. إيه؟ عيوني يا عمتي. وش قلت لي اسمها؟ الفلبينية ميرلي يا عمتي. ميرلي؟ إيه؟ عوذة قال ميرلي. إيه؟ وش اسمها؟ ميرلي. ميرلي الفلبينية اسمها ميرلي ما هي لولوة. بالله مو لولو احلى؟ اي لولو احلى بس ما تجيب علي مين. كيف
صبحك الله بالخير يا ولد عمي. صباح الخير يا زوين. أريد أقول لك كلمة من جوات قلبي. أنا يا حمد حبك. يا محمد حمد حمد صباح الخير يا صباح الخير. هلا 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 بولادي. هلا صباح الخير. صباح الخير. تفضل يا عمي. مبروك. الله يبارك فيك. هلا عمتي. هلا زوينة. يا هلا ومرحبا. قولي لي شلونه معك؟ زين زين الحمد لله. خلنا نمشي طال عمرك ان شاء الله. شلونك يا وليدي يا حمد؟ الحمد لله يابا. يلا يا محمد نلحق مواعيد المستشفى. تعمل طال يا الله. نسلم عليكم. مع السلامة. دكتور عواد طلعت نتيجة فحص المريضة جواهر. تصور انها حامل يا دكتور. حامل؟ نعم. انت متأكد ان التست هذا اللي جواهر؟ سبحان الله. اللي بغيبوبة؟ نعم. ما شاء الله. أنا كيف أخبر أهلها وزوجها بالموضوع هذا؟ بغيبوبة وحامل؟ نعم يا دكتور. معناته هناك خوف على الجنين. نعم. أنا لازم أدعو الاجتماع. بس قبل ما أدعو الاجتماع أبغاك تعيد لي التست من جديد وتتأكد إذا هذا النتيجة مثل ما هي الآن قدامي. أنا في ساعتها مضطر أدعو الاجتماع. لازم أتخذ قرار أني أخبر أهلها ولا لا، لأن هذه كارثة. حاضر يا دكتور. أسرع ما يمكن الله يرضى عليك. تحت أمرك. وافيني إياه بسرعة. كيف الكلام هذا؟ آه يا أم علاد طال صبري. مليت يا أبو عناد؟ لله ما مليت، بس أنا شيخ عشيرة وتارك العشيرة كلها بلايا حل أو ربط. ما أدري ما أدري وش علوم العشيرة، ما أدري وش علوم الربع والمال والحلال. وإيش رأيك تتوكل أنت وتعود لديرتنا وتتركني مع بنيتي؟ آه يا أم عناد أنا بين نارين، ما أقدر أترك بنتي وما أقدر أترك الأمان اللي برقبتي. آخ الشيخة والعيال ما يجيبن راعيهن إلا وجع القلب. ما أدري وش اللي أقوله، ما أدري وش أقوله من زوال التعب. أنا تعبان يا أم عناد، تعبان تعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلكم قاعدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ويل حالي، هذه جواهر بالله ما صدق. اي بالله يا محمد هذه جواهر. يما يا ويل حالي، وش اللي صار لها يا بعنات؟ يسمونها غيبوبة. يعني ابو عناد مغيبة للحين ما تتكلم؟ لا يا خلف لا تتكلم ولا تسمع.
ولا تدري بشيء من اللي يصير بهالدنيا. حي ميت مثل ما يقولون. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. ايش يصير لو يعرفوا ان هالجواهر اللي بغيبوبه حامل؟ يا هنيالك يا زوينه، كليتي الراس والساس، ما هو مثلي مالي حظ. ظلتش لزيمتي وانا اطعمتش مثل ما كليت. ما ظنيت بيه مثل ما كليتي بيه. منو؟ رجال ما بيها اخوه بين العرق، شيخ مشايخ وهو بعز الشباب، وانا عرفت تحبين العز والجاه. ايه انا قلت لك يا زوينه المال ما يهمني، لكن اذا جانا حياها الله. اسمع يا العنود، صاحبتك زوينه ما عادت مثل زمان. الحين الكل يحس بحسابي، باشر بزن الله اذا نفذت اللي بعقلي يصير الكل ياكل من يدي. قدها يا زوينه. ظلتش لزيمتي وانت تشوفين بعينك ساحتها اللي تريدينه، بس انت تأشرين وتقولين اريد هذا وانا نفذ ليش مطلوبك. وانا وين بدي اروح يا زوينه؟ انا قاعده حدك، لكن عاد انا شايفه انك تجهزين روحك لشي وتكحلي. ايه اتكحل؟ اتكحل مش هنشبع؟ عيوني بشوف الظرطي وهي بين الحياه والموت. ايه انت ما قلتي لي انها ماتت؟ تلقيها بسبع ارواح، يقولون انها بغيبوبه. وشي هذه الغيبوبة؟ هذه خطرة والوحدة هتظل بين الحياة والموت، ويمكن ما تقوم منها. خطيتي خطيتي. الحين عود حمد وقول له ياخذنا شوفها، وملي عيني بشوفتها. الله يكون بعونها ويصبركم ويصبر الجميع. ودها تظل هيك مثل ما انت شايف يا طويل العمر. صار لك انت وام عناد مده طويله وهي على الحاله؟ اي وما تغير بها شيء، وما نشوف غير اللي قدامك، وما نسمع غير صوت نفسها والماكينه هذه. يا ويلي يا ويلي، والله شيء موت بالحسرة. أقول يا معنات لو تجوا عندنا ترتاحون. ما أقدر يا أم حمد، ما أقدر. إيه ما يصير تظلوا هيج. وش يقول الحكيم؟ وش يقول الحكيم يا طويل العمر؟ يقول يمكن تظل هيج شهور. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يا أبو عناد يمكن يكون امتحان من رب العالمين. الحمد لله، وهينا صابرين على ما حكم رب العالمين. ترى والله أصعب شيء على النفس لما يكون البني آدم ما يقدر يسوي شيء. أنا بدي أسوي شيء لكن ماني قادر. أنا بعد مثلك بدي أسوي شيء، بس العين بصيرة والإيد قصيرة. عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا، فلما دهتني لم تزدني بها علما. الأخوة الزملاء الأطباء والإداريين، حقيقة أنا طلبت أجتمع بيكم اليوم خصوص المريضة جواهر.
زوجة الشيخ حمد بن مطلق. تفضل. أنا شعرت أنه من واجبي أني أطلعكم على حالتها المحيرة في الواقع. هي بغيبوبة حسب علمي. مش هاني المشكلة دكتور. المشكلة بعد ما تأكدت من الفحوصات كلها وكررت لها فحص اليورين اتضح أنها حامل. حامل وفي غيبوبة؟ إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لا إله إلا الله. بس لازم تحرص على سلامة الجنين. طبعا أستاذ أحمد، المشكلة هي المريضة. من خلال دراستي لسجلها الطبي اتضح أن رحمها كان مقلوب، وهذا عطل عملية الحمل لعدة سنوات. الآن لا هي ولا زوجها ولا أي قريب من أقربائها يعرف أنها حامل، لأن الرحم عاد إلى وضعه الطبيعي في فترة ما قبل الحمل، فترة بسيطة يعني. لا إله إلا الله. الآن أنا محتار، هل نخبر أهلها وزوجها بموضوع الحمل؟ هذا الشيء اللي أطلب منكم أنكم تساعدوني فيه واتخاذ قرار جماعي. هلا عمي. عسى ما شري خلف. ما تشوف شري يا عمي. وش العلوم يا خلف؟ تكلم. جواهر يا عمي، تقول ما هي جواهر. الله كريم يا عمي. ليت عمري قبل ما اشوفك قصر، وليتني يا خل مجدود النظير. آه من الدنيا وتحكيم القدر، يا ليتني ما شفتها يا عمي. من زارها معك يا خلف؟ عمي الشيخ وعمتي. اي وش قالوا؟ عمي الشيخ مطلق ما صدق عيونه، كاد يقع من طوله. وعمتي حسيت انها السبب يا عمي. عمتك وش ينفع المفجوع كثرة الطلاب؟ وش تنفع الحسرات؟ يا ليت يا ليت. أنا اللي موتها يا أبو حمد. إيه كفى يا مزنة، لا تحملي روحك أكثر من طاقتها. أنا السبب، لو ما جبرت حمد يتجوز زوين ما ماتت جواهر. إيه جواهر ما ماتت. كيف ما ماتت؟ ما شفتها ميتة ما بيها إلا النفس. لا تعذبين روحك بنت الأجاويد، أنت نيتك سليمة. بالله يا ابو حمد، بالله لو كنت ادري انه وده يصير هيك بجواهر ما سويت هسوى. انت تعلمين الغيب؟ طبعا لا، انت قصدك مصلحه ولدك. بس عاد جواهر طلعت غير كل النساوين. خوف الله، خوف الله لو شافي شفاها وقامت وعرفت انه حمد دخل على زوينه ما ترد لداره، ترد لدار ابوها، ولو تموت ما تشوف حمد. ويهون عليها حبها لحمد؟ هذا هو السبب، حبها لحمد زايد عن حده. انا ما شفت بنيه تحب جوزها مثل جواهر. اعتدي بالله واحمدي ربك على مقدر. الحمد لله الحمد.
شفتيه يا العنون؟ ايه هذا هو شيخ المشايخ. ايه واذا حبيتي تتبعي شوري وتطوعين كل اللي قلت عليه ترى هيكون من نصيبك. وش تقولين؟ والله انه مزيون وعليه هيبه. ايه وهو الكل بالكل بعد حمد. ايه هو وش يكون لجوزك؟ اخوه برضاها. ايه ما دام عجبت تعالي اسولف لك سولفته. ايه ما ودتش تزورين جواهر؟ حمد ما وده قال بعدين. زين يلا. يقول حالتها ما تصير لا صديق ولا عدو، ما وده يعني اشوفها بهالحال، يظنني عدو لها. بسيطة اخرتني اشوفها. تعالي اسولف لك سولفته. لعينك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جنونك يعشقي. وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق. هلا جاسم. هلا يا حمد، شلونك؟ الحمد لله. انت اللي حالتك ما تعجبني. لا تسلم وتستسلم للياس يا اخوي. نار تستعر جوا الحشا يا اخوي يا جاسم. ولو انت القلعه اللي الناس تستجير بيها يا اخوي. ويش استفاد المستجير من الدخيل إذا خلت ناره وصارت جنته؟ أنا الذي تابع طريقي والسبيل، يا صاحبي شوف المنايا حدته. أطوح الونات واجر العويل، وناوح الورقة بعد في سجعته، والدمع هملول على خدي هميل. ينساب فوق الخد جاري عبرته، تايه وفي الصحراء ولا عندي دليل. والنوى ليش الطبة وش حيلته؟ أنا رأيي دكتور إن ما بلغهم. إذن هناك إجماع بعدم إبلاغ أهلها بموضوع الحمل إلى أن تتحسن الحالة. نعم الحمد لله. حقيقة أنا كنت خايف إنكم تقرروا إخبارهم بموضوع الحمل، وخاصة إنهم منتظرين موضوع الحمل من عدة سنين، ويصير الخوف خوفين لما يعرفوا أن المولود هذا في رحم امرأة في غيبوبة. على العموم شكراً يا زملائي، ومع السلامة. هي كشفة. والله بديت أحس أنا قاعدة في الكسر تخنقني. زمان ما تمشينا أنا وانت. إيه العيال يلهونا عن حالنا وحال قلوبنا يا مزنة. يسلم قلبك يا بعد عين. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. صح لسانك طال عمرك. تدرين يا مزنة بالنهاية ما لنا غير بعضنا. إيه ونشهد أنت المنى والمقصود دوم يا مطلق. إيه تناديني مطلق حاف. نفسي نوبة واحدة ما يكون بيننا تكليف. قوليها ترى والله مقبولة من اثمك. تسلم يا طويل العمر. ظنيت ام العواصف
عودت لديرة العزايم يا سالم. لله عودت لحبيبة القلب معنقية. صدقت سبحان الله سبحان الله. صدق من قال أحبها تحبني وتحب ناقتها بعيري. وش علوم عمتي جواهر؟ ذكرتني يا سالم، والله عمتك جواهر شوفتها وهي بهالخيمة هذه تقطع القلب. خيمة شنو؟ خيمة بلاستيك تبخ أكسجين يا سالم اللي تنفسه جواهر. هم غيروا اسم الهواء؟ هو هواء يا سالم، وش مدريني يا سالم وش مدريني. مربطينها بحبال شيء للغذاء وشيء للقلب وشيء للبر اللي يغزونهم بذراعها يا سالم. والله ما تستاهل. والله ما تستاهل. لونها خلفت أولاد لعمي الشيخ حمد كان ما صار اللي صار. إيه لا تقول له يا خلف، مقدر ولازم يصير. إيه والله مقدر. الله يقومك بالسلامة يا عمتي جواهر.